دكتور عادي بس اثنين بالتقرير؟ لا احنا طلبنا 4. مو ده ما لقيت يعني بعد اثنين. دقيقة. السلام عليكم، بدأ التسجيل وراح نبدأ محاضرتنا اليوم. بالنسبة لسؤالك، سألت إنه عادي طالبين بالتقرير، قدم لي فد عذر، يعني justify ليش إنه بس 2. إذا تقول إنه ما بقى أحد ماكو مشكلة، يعني إنه خلصوا الطلاب كلهم، بقيتوا بس أنتوا 2، ماكو مشكلة. بس إذا لا والله أكو بعد طلاب هم يعني يريدون يسوون بس 2، لا تندمجون كلكم بتقرير واحد. حاليا المحاضرة بدأت تسجل والبرزنتيشن واضح عندكم. اليوم محاضرتنا عن ثاني جهاز من أجهزة التعقيم. بالمحاضرة السابقة أخذنا الجهاز الأول اللي شنو كان اسمه؟ هوت اير اوفن. هوت اير اوفن، مضبوط. بالهوت اير اوفن قلنا هو جهاز من أجهزة التعقيم موجود بكل تقريبا بأغلب البيوت، جهاز بسيط نفس الفكرة الجهاز اللي نستخدمه ببيوتنا لطبخ الأكل، هو نفس اللي نستخدمه حتى نعقم به المواد. طريقة التعقيم مال الأوفن شنو كانت؟ مبدأ عمله بالحرارة دكتور. بالحرارة، مضبوط. الحرارة شلون تسوي للمادة حتى تعقمها؟ شلون تسوي للخلايا؟ بسبب الحرارة العالية دكتور راح تقتل البكتيريا الموجودة فوق صح. المواد وبالتالي تم مضبوط التعقيم. مضبوط عامر، عاشت ايدك. تفضل دكتور. من يتذكر شنو كان مبدأ العمل اللي دا تموت به البكتيريا هذه؟ اوكي احنا دا نسلط عليها حرارة، بس بهاللحظة هاي ايش دا يصير بالبكتيريا او الخلايا الحية حتى تموت؟ دكتور راح تتفاعل كيميائيا لان هي اغلبيتها مكونه من الكربون مع الاكسجين والحراره راح تتحول الى ثاني اكسيد الكربون وتحترق عن طريق عمليه الاكسده اشبه بالاكسده. عاشت ايدك. اكو طالب ثاني رفع ايده. هي دكتور هو نسمه قاعد على الاكسده، تفاعلات كيميائيه اكسده. مضبوط مضبوط. اللي دي يصير بالاوفن هو الاكسده، بوجود الحراره العاليه من الاوفن واحنا عندنا اكسجين متوفر بالهواء، دي يصير احتراق، احتراق للخليه، الخليه دي تحترق مثل ما دي يحترق اي شيء ثاني من عرضه لحراره عاليه. اليوم مبدا عمل جهازنا يختلف تماما، ايضا حراره بس ينضاف لها رطوبة وينضاف لها ضغط. الجهاز اللي راح نحكي عنه اليوم جهاز أيضا موجود بكل بيت تقريبا، فالجهاز هو يشابه بعمله جهاز أو جدر الضغط اللي موجود بالبيت. منو مستعمل جدر الضغط اللي بالبيت أو شايف شلون استخدامه؟ أي بالسرة 3141164. نعم دكتور. اي مستخدم مبدأ عمل. اي نعم استخدمه. مبدأ عمله انه قفل حاط سائل داخل الوعاء وقفله بشكل احكامي، وراح درجة الحرارة راح تفور، راح يتكون ضغط وبخار ماي لحد ما توصل درجة الحرارة المطلوبة. يظل شلون يصفر اكو مثل التصفير. نعم. ايه من يوصل درجة الحرارة المطلوبة او يغلي الماي بدرجة اكثر من الحد يظل يصفر بحيث يعلمنا انه الماء وصل درجة الحرارة المطلوبة واكثر من اللازم همينة. بالاضافة اكو مقياس درجة الحرارة بهذا الوعاء. عاشت ايدك. 3141183 رفعت ايدك. نعم استاذ. اول شيء الغلاء كان حتى تكون عندنا ضغط عالي ودرجه حراره مدفعه صح، راح تعبر درجه الحراره ال 100 سيلز اللي مال غليان الماء راح تكون عندنا بخار. نعم. ودرجه الحراره مرفوعه راح يصير عندنا قتل للبكتيريا او تعقيم اكثر او اقوى من الاوتوكليف. صح من صحيح كلامك. انت شنو اسمك؟ منتظر حسن. منتظر، منتظر صحيح كلامك بخصوص الاوتوكليف. انت موظف بمستشفى لو شايف الجهاز قبل؟ لا شايف، هو يعني اعرفه قبل. ها، واغلبكم حضرتوا المحاضره مال العملي مال الاستاذ عصام. صحيح. جذر الضغط اللي احنا كنا نحكي عليه قبل لا ندخل على الجهاز الطبي، جذر الضغط اللي موجود باغلب البيوت،
الفكرة من جدر الضغط انه نعرض المادة اللي نريد نطبخها الى حرارة اعلى من المطلوب. فدرجة غليان الماء ايش قد الطبيعية بالضبط؟ 100 درجة سيليزية. مضبوط. المية سيليزي مهما ضفنا حرارة للجدر راح يظل الماء درجة حرارته 100. يعني لو فرضا حطينا نار درجة حرارتها 500 جوا الجدر افتراضا، هاي ال 500 مهما زيدنا عليها او مهما بقيناها راح يظل درجة حرارة المي 100، لان ما بعد المية المي دا يتبخر يتحول لغير حالة والبخار دا يصعد دا يبرد البخار ودا ينتهي الموضوع. راح تظل هاي درجة الحرارة 100 لحد ما ينتهي اخر قطرة مي بالجدر، بعدها يبدي الالمنيوم او الجدر نفسه يحمى، هذا ما لنا علاقة به. بس القصد انه المي بالضغط الاعتيادي درجة غليانه 100 مهما سلطنا عليه حرارة. زي اذا اريد نرفع حرارة المي ايش راح نسوي؟ اكو عملية فيزيائية ما اخذيها بالخامس او السادس نستخدمها حتى نزيد حرارة المي. العملية هاي تقول كل ما ازداد الضغط المسلط على المادة تزداد نقطة غليانها. فمثلا المي بالضغط الجوي الاعتيادي درجة حرارته 100 غليان، عفوا نقطة غليانه 100. طيب اذا سلطنا ضغط اعلى عليه ايش حيصير؟ دكتور زيد الحرارة مالته تزداد نقطة غليانه، يعني هو مو تزداد حرارته، هو ثابت، هو حرارته حاليا لنفرض المي حرارته 20 سلطنا ضغط عليه ما راح تتأثر حرارته، يجوز يبرد. بس القصد تصعد نقطة غليانه، بالحالة العادية يفور ب 100، من نسلط عليه ضغط يقوم يحتاج 120 يلا يفور، ما يفور بال 100. من نسلط عليه ضغط أكثر يقوم يفور بال 140 وإلى آخره. ليش؟ الضغط يضغط على الجزيئات فيمنعها من التحرر، فتحتاج طاقة أعلى حتى تتحرر. اللي دي يصير عندنا بالغليان هو شنو؟ احنا عندنا جزيئات السائل متراصة او متماسكة اكثر من جزيئات الغاز. جزيئات الغاز منتشرة بكل مكان او حتى البخار، بينما جزيئات السائل متراصة. اللي دي يصير احنا دا نعطيها طاقة حتى تقدر تتحرر من السائل مالتها فتصير بخار وترتفع. من نضغط على هاي الجزيئات ونمنعها من انه تتحرر راح تحتاج طاقة اعلى اللي هي حرارة اعلى حتى تتبخر. هذا الشيء احنا كلنا نشوفه وين؟ نشوفه بالثلج الجاف او الليكويد نيتروجين. احد شايف الثلج الجاف؟ اي الثلج الجاف شنو؟ الثلج الجاف دكتور هو الهيدروجين بس بشكل سائل نحطه على اي ماده او اي شيء راح يقبل تتجمد الماده بسبب الكثافه مال السائل الهيدروجين. هو النيتروجين عفوا هو اكيد هيدروجين ينفع بس هو غالبا نيتروجين مبرد لدرجه بروده جدا عاليه وايضا معرض لضغط. عندنا احنا بالحاله العاديه النيتروجين هو غاز والهواء الجوي مكون 73% من النيتروجين، بس اذا سلطنا ضغط على النيتروجين ايش راح يصير به؟ راح يرجع للحاله السائله اللي هو ليكويد نيتروجين. واذا سلطنا ضغط اكثر راح يرجع للحاله الصلبه اللي هو الدراي ايس او النيتروجين الجامد يعني الثلج الجاف. هذا الشيء يخلي نقطة الغليان تصعد. فمثلا النيتروجين، خلينا نشوف النيتروجين ايش قد نقطة الغليان مالته. انتو بويلينج بوينت نقطة الغليان، نقطة غليان النيتروجين ناقص 195. يعني انتو كل المواد لو فرضنا بالصفر المطلق هي جامدة، هي صليبة، كل المواد هي صليبة بالصفر المطلق. من تبدأ تصعد الحرارة
تبدي المواد تغلي او تصير سائلة حسب درجة الحرارة اللي وصلنا لها. نبدي نصعد بالحرارة بعد تبدي اكو مواد تغلي وتتحول الى غاز. نصعد للحرارة الطبيعية اللي هي حرارة ال 27 سيليزية او الروم تمبرتشر يسموها. نشوف نعم 314107 بالغلط. بالحرارة بالحالة الطبيعية اللي هي حرارة الجو 27 الروم تمبرتشر نوصل انه المي يصير سائل والبلاستيك يصير صلب والحديد يصير صلب والنيتروجين يصير غاز. وضحت عندكم الفكرة؟ فهسه احنا عندنا النيتروجين نفسه غليانه بالناقص 195. لو فرضا بردنا الكرة الأرضية كلها للناقص 195 أو لأقل من هالشيء هذا راح نلقى النيتروجين بشكله صلب. وهذا الشيء موجود ببعض الكواكب الخارجية انه الغازات موجودة بشكلها الصلب او اكو حتى بشكلها اللي يسموه المعدني، وهذا فد شيء ثاني من حالات المادة بعدين تاخذوه. فنرجع انا بس جدا اوضح لكم فرق الضغط شيء يسوي على المواد. الضغط والتبريد بثانتين يأثران على المواد فيغيران من حالتهم الضغط والحرارة. فاحنا نفس الحالة دا نتعامل ويا المي، دا نسلط عليها ضغط حتى تصعد نقطة غليانه، بدل ما يغلي بالمية نغير النقطة تصير بالمية وعشرين. نرجع على جذر الضغط. جذر الضغط نفسه شلون ديسه؟ جذر الضغط هو جذر يحكم بإغلاق، يعني عفوا يغلق بإحكام. الإغلاق هذا يسبب لنا انحباس للبخار بداخله. خلينا نجي نصعد بالحرارة، صعدت الحرارة للمية بدأ يفور المي، بدأ يغلي، بدأ يطلع بخار. الغاز بالحالة العادية يشغل حيز أكبر من الفراغ من المي. فالمي اللي مثلا 1 سي سي اللي هو تقريبا حجمه هيك، من غلة قام يحتاج أكبر، قام يحتاج مساحة 100 سي سي. المساحة داخل الجدر محدودة ما تكبر، محكمة الإغلاق مالتها، البخار ما يطلع من عندها. فاللي راح يصير كل ما يفور المي راح يتولد بخار، هذا البخار يحتاج مساحة، المساحة ما موجودة عندنا. ايش راح يسوي البخار؟ راح يبدي يضغط على المي. من يضغط على المي راح تصعد نقطة الغليان، فدرجة الحرارة الحالية 100 راح يقوم المي ما يفور. النار موجودة جوا المي تصعد درجة حرارته مرة أخرى لل 110. بال 110 يرجع يفور المي بداخل الجدر، يرجع يكون بخار، هذا البخار نفسه يرد يضغط على السائل ويصعد نقطة الغليان مرة ثانية. صعدت هسه نقطة الغليان لل 120. بال 120 الحرارة اللي جوا الجدر صعدت المي لل 120، بدأ يغلي المي بال 120، صعد البخار، سبب لنا ضغط إضافي، صعدت نقطة الغليان لل 130. هاي العملية ما تنتهي، هاي العملية ما تنتهي ما دام الجدر بعده مغلق، ما دام الحرارة بعدها موجودة، مصدر الحرارة اللي هو النار، فهي العملية ما تنتهي. بس بعد فترة زين استاذ الجدر يعني اذا بقى له نعم اذا بقى مثلا يبقى النار مشتغلة عليه وهاي ينفجر الجدر يعني لو بالضبط الجدر ينفجر بعد فترة. فلهذا اللي مستعملين جدر الضغط يشوفون بعد فترة اكو فد شيء، منو يعرفه فد شيء يوازن الضغط بداخل الجدر؟ اي صمام دكتور. الصمام مضبوط، صمام الريليس او الريليف فالف اللي هو يسموه ريليف ذا بريشر. ريليف هي راحة بس يعني ترجمتها بالعربي مو مضبوطة، يخفف الضغط. هذا الصمام من يبدي يصعد الضغط لحد معين احنا مختاري، لو فرضا يصعد لل 50 بي اس اي، احنا مصممين هذا الصمام انه يفتح فوق ال 50. فمن يبدي هاي العمليه اللانهائيه بالداخل الجدر، المي يتبخر، البخار يضغط على المي، المي تصعد حرارته، المي يتبخر والى اخره، من يوصل الضغط لل 50 بي اس اي وفوقه يفتح الصمام. بس هذا الصمام يفتح يطلع الزايد، يطلع الضغط الزايد،
يعني هو ما يفتح بحيث يروح كل الضغط، لا يطلع لنا أي ضغط فوق الخمسين، من ينزل الضغط عن الخمسين يرد يغلق. هذا الصمام الأول اللي أغلبنا شايفيه بجذر الضغط، من نشغل الجذر بعد فترة يبدي يطلع صوت اللي هو صوت صفير أو صوت وحيف مال الهواء أو الآخرين. هذا الصمام نفسه موجود عندنا بجهاز الأوتوكليف، نفسه يسبب لنا نفس العملية، يفرغ لنا الضغط الزائد. وكو صمام ثاني بصفه اسمه سيفتي فالف. السيفتي فالف وظيفته مختلفة. الريليف فالف قلنا يحافظ لنا على الضغط بحد معين داخل اي نعم رفعت ايدك 3 1 4 1 2 5. دكتور الصمام الثاني انه برا ما نكمل العملية نفتحها راح يطلع لنا البخار الزايد لحد ما ينقطع الهواء مالته حتى نفتح الجهاز. اسمك شنو؟ مجتبى ايوب. مجتبى. مجتبى بعض التصاميم الريليف فالف هو نفسه هذا الصمام اللي انت تحكي عليه، الصمام اللي يحافظنا على الضغط المعين مثل 50 70 الى اخره، هو نفس الصمام اللي نفتحه بالاخير حتى يطلع لنا الضغط الزايد. نعم 3 1 4 1 2 4. دكتور الصمام الثاني بحاله عطل الصمام الاول راح ينفتح حتى يحمينا من الانفجار. اسمك؟ مالك. مالك، مالك جوابك حاليا صحيح للسيفتي فالف، والطالب اللي قبلك جوابه صحيح بالنسبة للريليف فالف. السيفتي فالف صمام يفتح لمرة واحدة فقط وهي في حالة العطل. في حالة الريليف فالف عندنا ما فتح لأي سبب من الأسباب، قلنا ايش راح يصير بداخل الجذر العملية؟ ايش راح تسوي؟ داخل يزداد الضغط ويزداد يزداد الضغط إلى حد إنه ينفجر، الى حد انه ممكن ينفجر الجذر. بس قبل لا ينفجر احنا عندنا فشيء اسمه سيفتي فالف. السيفتي فالف هو صمام ينفتح لمره واحده يفرغ لنا كل الضغط، يفرغ لنا كل الضغط حتى لا ينفجر الجذر. معناته انه احنا وصلنا لمرحله خطره بحيث الضغط ان تفرغ كله حتى نتخلص من مشكله الانفجار. فهذا السيفتي فالف. فساعدنا ريليف فالف او ريليز فالف وعندنا السيفتي فالف. هاي كلها موجوده بجذر الضغط نفسه اللي هو موجود عندنا بالاجهزه الطبيه باسم الاوتوكليف. اما كلمه اوتوكليف هي جايه من كلمتين اوتو وكليف، انه القفل الالي. القفل الالي وين فكرته؟ القفل الالي حتى بجذر الضغط المنزلي اكو بعض انواع جدوره الضغط تصمم بطريقة أن القبض ينزل بداخل الجذر. القبض ينزل بداخل الجذر ويغلق. فكرة القبض هاي شنو؟ كل ما يصعد الضغط القبض يحكم أكثر، يقفل أكثر، يمنع التسريب أكثر. ليش؟ لأن الضغط نفسه ده يضغط على القبض والجدر نفسه يحافظ على القبض، فتصير قوتين ضغط، واحدة على الأخرى تحافظ على القبض بمكانه بإحكام. هاي الفقرة واحدة من أهم خواص الأوتوكليف ومن أهم خواص الحماية. ليش؟ الضغط كل ما كان عالي بداخل الجدر من المستحيل أن تقدر تفتح القبض. ونفس الشيء يصير بالأوتوكليف. الأوتوكليف سواء القديم أو الإلكتروني الحديث من المستحيل أن تفتح الباب مدام أكو ضغط بداخل الجذر. أما أوتوماتيكيا مثل هاي الحركة اللي قلت لكم أنه القبض يصير أقل أصغر من الجذر يدخل بداخل الجذر، أو بأقفالة أوتوماتيكية بالأجهزة الحديثة. هاي نظام سيفتي يحمي اليوزر انه بحالة الاكسيدنت يعني من الخطأ انه تفتح القفل وبعد اكو ضغط لانه ينفجر عليك. فاغلبكم يعني اللي متعاملين ويا جذر الضغط بالبيت وطابخين به مستحيل تفتح تقدر تفتح الجذر والضغط بعده بداخل، الا اذا نزل الضغط لدرجة انه يصير اقل من قوة ايدك عدها يلا تقدر تفتح الجذر. فخلينا نبدأ بمحاضرتنا.
المبدأ واضح، الفكرة واضحة، مبدأ عمل الجهاز إنه إحنا مصدر حرارة ومياه، نصعد الضغط، نصعد الحرارة، يبدي يفور المي، يتولد بخار بمكان مغلق، البخار يسبب ضغط على المي، المي تصعد نقطة غليانة، يرد تصعد الحرارة، يرد يتبخر، يرد يسبب ضغط، ترد تصعد نقطة الغليان، يرد يتبخر، يرد يسبب ضغط، وإلى ما هنالك لحد ما نوصل للضغط اللي نريده والحرارة اللي نريدها. عندها راح يفتح صمام ريليف فالف ويفرغ لنا الضغط الزايد، والسيفتي فالف يعمل لما يصير عندنا مشكلة. هذا من ناحية مبدأ عمل الجهاز. أما المبدأ التعقيم، مبدأ التعقيم راح يصير عندنا بعدة نواحي. أولا الحرارة العالية، حرارة العالية احنا درجة الغليان 100، احنا سويناها 130 زيد. نعم طالب رفع ايده. دكتور درجة الحرارة اللي نحتاجها بالتعقيم لازم تكون بين 121 درجة مئوية الى 134 درجة مئوية. صحيح، درجة الحرارة المطلوبة بالتعقيم من 121 إلى 134، وطبعا بها حسابات رياضية وبها سايكلات أوتوماتيكية نختارها حتى هو يختار لنا الحرارة اللي نريدها. الفكرة أنه إحنا بدل ما نغلي بمية قمنا نغلي بمية وعشرين مية وثلاثين. النقطة الثانية هي الضغط، التعقيم بالضغط. أغلب الأعضاء أو الكائنات الحية أو البكتيريا تتحمل ضغط معين بعدها تموت. إحنا دا نسبب ضغط أعلى من الضغط اللي تعيش به، فممكن نقتلها بالضغط، نقتلها بالحرارة، نقتلها بالضغط، ونقتلها بالطريقة الثالثة اللي هي يسموها التخثير coagulation. أهم فرق ما بين التعقيم بالأوفن اللي هي الأوكسيديشن والتعقيم بال اوتوكليف اللي هو الكواغوليشن، هو نفس الفرق ما بين البيضة اللي نطقها بالطاوة والبيضة اللي نسلقها بالماء. في حالة البيضة اللي نطقها بالطاوة شرحناها بالأوفن، من نعلي النار عليها ونتركها فترة طويلة شي يصير بيها؟ قلنا تحترق. تحترق ليش جا تحترق؟ تتفاعل، يعني تتفاعل تحترق. صحيح، هي جا تتفاعل. نعم، حرارة عالية، الحرارة عالية راح تصير أكسدة. نعم راح تصير أكسدة، اللي راح يصير هو أكسدة، راح تتأكسد البيضة بوجود الحرارة العالية اللي ذكرتوها وبوجود الأكسجين. راح تتفاعل البيضة مع الأكسجين مع الحرارة بوجود الحرارة وتتأكسد وتصير كربون، تشوفها تصير سودة، تتفحم، تصير كربون، تطلق لنا CO2 إلى ما هناك. هاي الطريقة اللي كنا نقتل بها الخلايا بالأوفن. الطريقة اللي راح نقتل بها الخلايا بالأوتوكليف هي طريقة التخثير اللي موجودة بسلق البيضة. البيضة جماعة الحديد شنو أكثر شيء بيها؟ بروتين. البروتين، حسيتك البروتين، كل البروتينات حتى البروتينات اللي بداخل جسم الإنسان تتطلب درجة حرارة معينة حتى تشتغل بكفاءة. فمثلا الإنسان نفسه درجة حرارة اللي يشتغل بها جسمه هي 37 طبيعية لنفرض. إذا صعدت للأربعين ثلاث درجات يصير خلل، راح يصير خلل كلش كبير بوظافة، أنزيماته راح تتوقف، بروتيناته بعد ما تشتغل بصورة صحيحة بالواحد وأربعين ممكن يموت. نفس الفكرة هاي احنا دا نسويها بس مع بروتينات الخلايا اللي دريد نقضي عليها. البيضة اللي هي كلها بروتين بالحرارة الطبيعية سائلة، بس من نغليها تصير صليبة، وبعد ما من الممكن ان ترجع سائلة. فاحنا غيرنا من شكل وتركيبة ووظيفة البروتين وخثرناه، صار بيه تخثر مثل ما الدم يتخثر ويتجلط. البيضة صار بيها تخثر وتحولت من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، وبروتيناتها كلها تغير شكلها داخليا، ما احترقت لا
البروتين ما تأكسد ما تفاعل، لا الحرارة غيرت من شكله وغيرت من تركيبه. البروتين طبعا شكله وتركيبه جدا مهم بوظائفه. اكو يعني ولو جوز شيء بعيد عنكم، بس البروتين نفسه الفولدينج الطي مالته حتى الانسان يعرف شلون هذا البروتين مطوي، كنا نحتاج سوبر كمبيوتر حتى نعرف شكل البروتين. نشوفكم مثلا بروتين فولدينج اذا تسمحوا لنا بثواني. هذا البروتين، هذا شكل البروتين او طيات البروتين او البروتين شلون مطوي. ده تشوفون هاي الخرابيش المطويه هيك بهالشكل هذا، الصوره واضحه لكم؟ نعم. هذا الاحمر والاخضر وغيرها هذا بروتين كامل مطوي بطريقه معينه حتى يؤدي وظيفه معينه. طبعا اكو سوبر كمبيوترات ده تشتغل حتى تعرف هذا البروتين شلون مطوي وشلون شكله، لان من نعرف هذا الشيء راح نعرف وظائفه وشلون نتحكم به بعلاج بعض الامراض. فهذا البروتين بالحراره راح يتغير شكله، راح تتغير تركيبته، راح يتغير الطي مالته، راح نخثره، وبالتالي احنا سببنا التوقف لوظائفه. فالخليه نفسها من عرضناها لهالحراره هذه وخثرناها وقفناها عن العمل، البكتيريا وقفناها عن الخلفة وعن التكاثر وعن الأكل وعن إلى آخره، وقفناها عن العمل موتناها. هذا هو فرق مبدأ التعقيم ما بين الأوفن والأوتوكليف. أكو طالب عدة سؤال علي عن الحضور 72 الحضور ده يسجل اوتوماتيكي. نعم 3-1-4-1-5-4. استاذ عند الاوتوكليف في الحفاظ على المعدن لازم يكون يعني الاداه اللي اقومها داخل غلاف. نعم. حتى المعدن شلون نقول يعني من زنجر. نعم. ودرجات التعقيم هي تصير 21 يشتغل على 21 على 34 يعني بينات درجات ما يقدر يشتغل عليهم بس الصاعد على 134. اسمك شنو؟ محمد فاضل. محمد فاضل، محمد فاضل عاشتي له. محمد فاضل ما راح تتعامل ويا الاجهزه الاوتوكليف ان شاء الله بالمستشفى، راح تشوفك بنوع متعامل وياهم. عاشتي لك محمد بيا مستشفى. أنا أشتغل صيانة وتكليف وأجهزة أسنان. حلو. بيا شركة؟ لا عندنا مكتب كربلاء. جيت مندوب شركة زهير بغداد. حلو. الأوتوكليفات اللي كنت تشتغلوا إياها منضدية مال دنتال؟ إيه عندنا هسال الصيني كان يشتغل بيه. حلو. محمد الأوتوكليف أكو بداخله الجديد خاصة الحديثات أكفت شيء اسمه sterilization cycle. sterilization cycle هذه طريقة عمل مخزنة من قبل الشركة داخل الجهاز حتى تخلي الجهاز يشتغل بالتعقيم الأمثل. راح نجي نشرح على sterilization cycle إن شاء الله من درجة حرارة 121 134. الصراحة الأوتوكليفات القديمة نقدر نتحكم بها، لأن الأوتوكليفات القديمة كانت تشتغل على النار. أوتوكليفات الطوارئ اللي بدون كهرباء تشتغل على النار. الأوتوكليفات الحديثة لا، هي أذكى من هالشيء، هي تتحكم بحرارتها. درجة حرارة 121 134 هن الأمثل للسترلايزيشن سايكل محددة بالتعقيم. يعني هي مو احنا ما نقدر نختار غيرها، لا هي الامثل لدورة تعقيم محددة مسبقا. وضحت محمد؟ واضحة دكتور. هو الجهاز هسه الحديث يعني سيف فيه يعني كلش صحيح. اقل خطأ يعطيك ايرور بالكنترول صحيح. عندك الباب او تقلل قليل يعني يصير المي المقطر اللي يجي من جهاز. نعم.
هو يعني رأس تراهي الطائرة يعني مو مثل القديم، القديم كان صحيح يعني أغلاط أخوان. بالتأكيد. بس محمد كل ما يزداد تعقيد الجهاز ايش تزداد؟ ازداد مشاكله. عاشتي لك محمد. هاي يعني مبدأ هندسي خلوه ببالكم، كل ما يزداد تعقيد الجهاز تزداد مشاكله، تزداد أعطاله طبعا. بس احنا نزيد التعقيد للحفاظ على السيفتي مال البشر اللي دا يشغل الجهاز، وهذا هو الأهم، سيفتي الأمان أغلى من تكلفة الصيانة. فشفنا هسه البروتين شلون دا يتخثر أو دا يتصلب وشرحنا عنه. خلينا نشوف صورة الأوتوكليف، أكيد شفتوها أنتم بالعملي، بس خلينا نشوف كم صورة للأوتوكليف الثانية قبل لا نبدأ. الأوتوكليفات لها عدة أشكال، منها مثلا هذا الأوتوكليف. هذا الأوتوكليف أوتوكليف قديم نان إلكتريك غير كهربائي، يعني هذا يحتاج مصدر حرارة جوا، طباخ، عين، على الجدر، بالمستشفيات وقت الحروب يستخدمون هيك شغلات، أو بالأطراف النائية اللي ما بها كهرباء يستخدمون هيك أنواع من أجهزة التعقيم. هذا دا تشوفون هذا جهاز التعقيم، هو شكله شكل جدر الضغط بصمامين، واحد سيفتي فالف واحد ريليف فالف، أو نوبات اثنينات ريليف فالف واثنينات سيفتي فالف، ممكن أكو سيفتي ريليف فالف يصير بنفس الوقت، بالإضافة إلى مقياس ضغط بداخل الجهاز وكو مقياس حرارة. هذا الأوتوكليف الثاني، هذا يشبه القديم بس كهربائي، تشوفون واير كهرباء وشوية كنترولر وأون أوف سويتش، بدل ما نحط الطباخ نحط الجذر على الطباخ، لا، حاليا أكو هيتر كهربائي بداخل هذا الأوتوكليف يحمي لنا المي. الأوتوكليفات الحديثة اللي محمد دي يشتغل عليها غالبا تشبه الشكل هذا، أوتوكليف منضدي يستخدموه جماعة الدنتال أو اللابريتوري أو إلى آخره، بي سيفتي عالي، أوتوماتيكي بأغلب الأحيان. تقريبا أشكاله ذني براشر كوكر تايب اللي هو يشبه جدر الضغط، لابريتوري أوتوكليف اللي هو مال مختبرات ومال دنتال، فيرتيكال أوتوكليف العمودي، هوريزنتال أوتوكليف الأفقي، لارج اوتوماتيك هوسبيتال اوتوكليف، هذا اللي هو يعني نادرا ما حد بينا شايفه خاصه من مهندسين الاجهزه، هذا السنترال اوتوكليف يسموه، اوتوكليف مركزي، هذا تنبني غرفه كامله للتعقيم، هاي الغرفه بها الجهاز الاوتوكليف عملاق بحيث البوابه تسع شخص، يعني شخص كامل ممكن يقدر يدخل بداخل الاوتوكليف. شوف هذا أوتوكليف ثاني هوريزنتال، أقرأ حد رفع إيده؟ أي مهند دكتور، يعني هذا عمل أوتوماتيكي لو يعني هو كهربائي هذا الكبير؟ لا هو كهربائي بالتأكيد، بس هو يعني هذا الكبير مال مراكز سنترال رئيسية، يعني مستشفى كاملة بدل ما جهاز بكل مختبر، لا، المواد كلها تنزل للغرفة المركزية مال التعقيم وتتعقم بشكل مركزي وترجع تتوزع لل اي محمد رفعت ايدك؟ اي دكتور، عفوا دكتور، هذا جد درجة حرارة يتعقم بها؟ نفس الحرارة محمد، 134؟ اي اعتراض ضخمة يعني دكتور؟ نعم اعتراض ضخمة؟ هي هيترات ضخمات، واكو لا اكو سنترال بريشر، سنترال ستيم سيستم، منظومه تبث ضغط وبخار بحراره معينه يدخل لهذا الجهاز، يعني هذا الجهاز من الممكن ان ما يكون بداخله هيتر، لا يدخل يعني انابيب توصل له، نعم انابيب من أنابيب. جهاز ثاني يبخر المي ويضغط المي، هاي الأنابيب بتوصل فقط بخار مضغوط للجهاز. هسه راح نشوف شو اسمه، انا بس لأريد اشوفكم السنترال، هذا اذا تشوفون هذا السنترال، سنترال اوتوكليف، اوتوكليف مركزي، البوابه مالته تدخل ترولي كامله، بس هذا بكارتات اعتقد دكتور،
مو يعني ذاك الكنترول مالته كله يعني كارتات وشغلات معقدة بي. يعني غالبا هي شاشة كنترول بانل و تتحكم بها تختار sterilization cycle محددة و... وتسويها. بس قصدي انه هو الى اشكال كل شيء هواية ومن ضمنها السنترال اوتوكليف اللي بلكي الله يدخل للمستشفيات العراقية وتبدون تشوفوا هذا مثلا تشوفون هذا السنترال اوتوكليف البوابة مالته بقد طول الانسان تقريبا. فخلينا نرجع للمحاضرة نبدي بيها. شرحنا مبدأ عمل الجهاز نفسه، شرحنا مبدأ عمل التعقيم، شرحنا أشكاله. أكو أحد رفع إيده؟ لا دكتور هذاك النوع راوتنا آخر شيء هذا إلكتروني لو كهربائي النوع محمد أديب. محمد إلكتروني أو كهربائي؟ كهربائي معناتها يشتغل بالكهرباء، إلكتروني معناتها يتحكم إلكترونيا، فهو كهربائي إلكتروني لأنه هو بالتأكيد يشتغل على الكهرباء، هو بالتأكيد يتحكم بها إلكترونيا. وضحت له بعدها؟ إيه وضحت. يعني أنت كتل المي كهربائي اللي هو يشتغل على الكهرباء، أقصد الغلاية مال المي كهربائية، ليش ده تشتغل على الكهرباء؟ وكل كتلة عادي تحطها على النار، بس أكو كتلة أو غلاية بها كنترول بانل تتحكم بها مثلا درجة الحرارة، تتحكم بغيرها، هاي يسموها إلكترونية لأن بها كنترول بانل أو بها شغلات إلكترونية ده تتحكم بها، فهي تبقى كهربائية لأن هي الغلاية ده تشتغل على الكهرباء، بس بنفس الوقت هي ده تتحكم بها إلكترونيا. فأنت اللي تسأل على هذا الأوتوكليف اللي هو الكبير مال السنترال، هو كهربائي بالتأكيد لأنه هو يشتغل على الطاقة الكهربائية، وإلكتروني لأن بشاشة ده نتحكم بالباراميترز مالته. أكو أحد عنده استفسار قبل أن نبدأ بالمحاضرة؟ المحاضرة هذه حمد ربكم وشكروا أنه هي مختصرة حالياً. المحاضرات القديمة بالسنوات السابقة كانت أعقد ملزمة هي ملزمة الأوتوكليف، أصعب ملزمة ملزمة الأوتوكليف. ملزمة كانت أعتقد بالعشر صفحات ثمان صفحات وبيها شرح كل شيء هواي، بس حالياً الملزمة الجديدة اللي من الكلية التقنية الدورة ثلاث صفحات فقط، بالإضافة لأنه الملازم السابقة كانت تحكي sterilization cycle. sterilization cycle ما موجودة هنا فرح نشرح لكم إياها كشيء خارج عن ما تعرفون. autoclave it's an instrument used moist heat sterilization techniques by using steam in the range 121-134. يقول هو جهاز آلة تستخدم الحرارة الرطبة moist heat لأنه هو بخار. Moist heat sterilization technique by using steam باستخدام البخار بدرجة حرارة 121-134. Steam under pressure is used to generate high temperature needed for sterilization. البخار اللي تحت الضغط يستخدم لتوليد حرارة عالية نستخدمها بالتعقيم. Saturated steam, steam in thermal equilibrium with water from which it is derived, act as an effective sterilization agent. البخار المشبع، البخار المشبع هو البخار اللي واصل موازنة حرارية ما بينه وما بين السائل مادة، يعني السائل درجة حرارته حاليا 120 والبخار أيضا 120، هذا البخار هو فعال جدا كعامل تعقيم sterilization agent، عامل تعقيم أو sterilizing agent. Steam for sterilization can be either wet saturated steam البخار اللي نستخدمه للتعقيم، اما بخار رطب يحتوي على قطرات ماء، او جاف ما يحتوي على قطرات ماء. autoclaves use pressurized steam to destroy microorganism. الاوتوكليف يستخدم الضغط البخار المضغوط حتى يدمر الخلايا الحيه، and are the most dependable system available for the decontamination of laboratory. تقريبا الاوتوكليف هو واحد من افضل والاكثر اعتماديه بالمختبرات
لتعقيم الأجهزة. هو أفضل بهواية من الأوفن، بس هو ما يستخدمه بكل شيء، مثل ما الأوفن ما يستخدمه بكل شيء، الأوتوكليف همين ما يستخدمه بكل شيء. نقدر نعقم به حتى الفضلات قبل أن نطرحها بالنفايات. ليش؟ لأن بعض الفضلات تكون بها فيروسات، تكون بها جراثيم، بكتيريا. الجراثيم ما من المعقول أنه إحنا نشمرها بالزبل حتى تنتقل للبشر، لا، فإحنا نعقم قبل أن نشمر. مثل ما كل محارق اللي بالمستشفيات تستخدم لحرق أي مادة disposable حتى لا نذبها بالزبل وتنتقل الجراثيم للعالم، لا، نحرقها حتى نقضى على البكتيريا والجراثيم اللي بيها. يستخدم لتعقيم الفضلات، الجلاسوير اللي هي الزجاجيات مع المختبر، الأوساط إلى آخره، يستخدم حتى بالتعقيم من جماعة المايكروبيولوجي اللي يحاولون يسوون شو يسموها بتريديش اللي هو يا الله ثواني جماعة اللي يكاثرون يزرعون اللي يزرعون البكتيريا أيضا يستخدمون الأوتوكليف للتعقيم ما قبل وما بعد الزرع حتى لا نزرع بكتيريا بجهاز أو بمادة أو بطبق بتريديش اللي هو بكتيريا قديمة، إحنا نريد فقط البكتيريا اللي جت من التحليل. هم يستخدمون هذا الشيء. This method of sterilization works well for many metal and glass items. يقول لك هذا الطريقة من التعقيم تستخدم للزجاج والمعادن. But is it not acceptable for rubber, plastic and equipment that would be damaged by high temperature? يقول بس هذا الشيء ما هذا الأوتوكليف ما يستخدم للمطاط والبلاستيك والمواد اللي تدمر بالحرارة العالية. مصطفى مو مصطفى اللي قلت أشتغل بالشركة، شنو رأيك بهذا الكلام؟ محمد دكتور. محمد عفوا. محمد يقول الأوتوكليف ما يستخدم للبلاستيك والربر. ما يستخدم لدرجة الحرارة عالية يموع بها. جيد. 3-1-4-1-6-4 ذكر ما يستخدم هاي المواد على مود لا تتلف الجهاز عن طريق من تموع راح تنزل على الجهاز وتتلفه. زين بعد احد عنده راي ثاني؟ طيب الصراحه دكتور يعني دكتور الخصي يعني مثل ايش غز الغرض اللوستيك يعني هو اللي يقول بلاستيك ومطاط ربر يعني ما يصير يدخل بال مبيد تحكم بالحرارة والضغط؟ نعم مبيد تحكم بالحرارة والضغط؟ اي اكيد يقدر يخفض مثلا الحرارة والضغط بحيث يخلي يعني يعقم البلاستيك يعني على الحرارة قليلة كلش اقل من 100 درجة سيزي ما يتعقم صحيح أقل من هذا الشيء ما راح نحصل على التعقيم بس إيش عندنا بالمستشفيات راح تتعاملون ويا مواد يسموها autoclavable قابلة للتعقيم بالأوتوكليف مثل الpatient circuit. الpatient circuit هي الصوندات اللي يحطوها من المريض للجهاز أو أي شيء يوصل من المريض للجهاز مثلا جهاز الفنتليتر اللي حاليا يستخدموه المرضى الكوفيد 19 اكو صوندات توصل الهواء للرئه مالتهم هاي يسموها patient circuit اكو من عندها نوعين النوع الاول disposable استخدام لمره واحده تستخدم على patient واحد فقط منين يخلص البيشنت ويطلع من المستشفى يودوها للمحرقه هاي بلاستيك disposable اكو النوع الثاني من patient circuit يسموه الاوتوكليفبل هم صنده بلاستيك عاديه مطاط بها الحلقات مالتها بس تدخل اوتوكليف فهو صراحه مو كل شيء بلاستيك ومطاط ما يدخل للاوتوكليف تدخل بس بحاله واحده فقط شايفين من تشتري قميص او تيشيرت وتريد مثلا تغسله او تكويه او تحط له قاصر اول شيء تشوف العلامه اللي عليه اذا حاط مثلث واكس يعني شنو
احد يعرف تشتري هدمه وعليها يعني مينكو؟ لا مثلث واكس يعني ما ينحط له قاصر. رسم الاوتي واكس يعني هذا مينكوي والى اخره. نفس الشيء على الصندات مال البيشنت سيركت، راح تلقى عليها دائره او مربع مكتوب بيها 134، رقم 134. هذا الرقم يعني انه هاي البيشنت سيركت اوتوكليفبل، معناته تتحمل حراره لل 134 وتتحمل ضغط وتتحمل البخار. فخلينا نشوف صوره مال البيشنت سيركت اوتوكليفبل. تقريبا اللي عنده خبره يقدر يعرفها من شكلها او من مجرد انه يلزمها يطعجها بيده يعرف هاي اوتوكليفبل ولا لا. هذه دكتور يعني هذا جهاز ثاني؟ لا 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 نفس الجهاز. منو مهند؟ مهند احنا كنا دا نحكي دا نقول انه المطاط والبلاستيك ما يصير يدخل للاوتوكليف مو؟ يعني نفس الجهاز قصدك الاوتوكليف نفسه؟ اي نفسه نفس الاوتوكليف، ما يصير ندخل له بلاستيك ومطاط. صحيح. بس بالمستشفيات اكو بلاستيك ومطاط يدخل اوتوكليف. يسموه اوتوكليفبل بلاستيك او اوتوكليفبل ربر. مطاط قابل للتعقيم، بلاستيك قابل للتعقيم. هذا شكل الصوندات القابله للتعقيم. تقريبا لونها يصير بيجي اصفر تبني او الوان ثانيه وتكون مرنه جدا قويه ومكتوب عليها 134. اما اللي ديسبوزبل اللي هي ما تدخل disposable patient circuit. الديسبوزبل هاي تصير شفافة بلاستيكية تطعج بالإيد، زين خفيفة كلش رخيصة، تستخدمها مرة واحدة وتذبها. وصلت الفكرة؟ فمو كل شيء، مو كل بلاستيك وكل ربر ما يدخل، لا أكو بلاستيك وكل ربر يدخل للأوتوكليف. فهاي المعلومة غالبا مو دقيقة. هاي وضحت؟ اكو احد عنده سؤال؟ دكتور اتوا يعني باستخدام باستخدام يمكن راح يصير فيها تمدد بال بين الصوندات. يعني قصدك يعني ما يظل العقم بهن اكثر من مره؟ لا ما يصير بها تمدد، بس بعد فتره من التعقيم ننتبه عليها تقوم تيبس، تنزرف، تروح المطاطية مالتها الإلاستيسيتي تقل بيها، فنعرف أنه انتهى عمرها، بس هاي بعد فترة طويلة. هو دكتور حتى الواشر مال الباب مال الأوتوكليف هو صح. مثل البلاستيك هماتين ورا فترة من استعمال يصير بيش محمد شون التمدد، فيقوم البخار يطلع من الباب يقوم بعد ما يشتغل إلا صح. يعني تبدل يا الله صح يعني هاي همات مقاوم لدرجات حرارة هو هو طبعا اكيد مقاوم لدرجات الحرارة، بس هو له عمر يعني هو ما يظل للابد يصير اوتوكليفبل. هاي البلاستيك حتى يطون واحد وياه يعني اي احتياط احتياط. اكو هواية من بالمستشفيات ما يعرفون هاي فقرة انه اكو بلاستيك اوتوكليفبل. فأنتكم مهندسين المفروض تعلموهم انه لا اكو بلاستيك اوتوكليفبل اذا كان مكتوب عليه 134 وقابل للتعقيم ولا ما هنالك. اكو طلاب دي يطلعون من المحاضره، فاللي دي يطلع فلينتبه انه البرنامج بعده شغال ودي يسجل حضور، والوقت داخل المحاضره هو اهم شيء. هاي نرجع وصلنا هاي النقطة. Why it's called an autoclave؟ ليش سميناه autoclave؟ لأنه هو يشرح جهاز يغلق نفسه أوتوماتيكيا، مثل ما قلنا جذر الضغط كل ما يزداد الضغط القفل مالته ينقفل أكثر. الautoclave نفس الفكرة. Automatically locks shut when the pressure rises، يغلق نفسه لما الضغط يصعد. To avoid steam spraying إلى آخره. الكلمة هاي فرنسية جاية من كلمتين أغريقية auto for automatic، وكلمة لاتينية claves اللي هي المفتاح أو القفل، فهو القفل الأوتوماتيكي أو المفتاح الأوتوماتيكي بهالمعنى هذا.
هيك يعني معلومة لكم بس مو مهمة. مبدأ عمله A theory of operation. An autoclave is a large pressure cooker. الأوتوكليف هو جدر ضغط كبير يعمل بمبدأ البخار المضغوط كأجنت للتعقيم. High pressure enables steam to reach high temperature, thus increasing its heat content and cooling power. الصراحة يعني هي ممكنة هاي الجملة ركيكة شوية هندسيا. إذا نرجع للأوفن، البنات أو الشباب اللي مستخدمين الأوفن، الأوفن درجة حرارته أقل أو أعلى من الأوتوكليف؟ أعلى من الأوتوكليف؟ أعلى من أقل دكتور. شلون أقل؟ على ما أعتقد درجة 100 درجة سيليزية، بس البخار بالضغط إنه 121 قلنا نستخدمه. اوكي اكو طالب رفع ايده. اي دكتور الاوفن على تصعد اشحاته بعد الاوفن. اي تفضل. الاوفن اكيد الاوفن اعلى لو اقل؟ اعلى اعلى اكيد اعلى. بعد اكو دكتور الاوفن يلعبوا حتى الميتين مفايد السؤال لعصر استاذ. الاوفن اعلى لان احنا قلنا الاوفن من 50 الى 300 درجه يوصل يعني الحراره مالته. الاوفن يوصل ل 250 ويوصل ل 300 في بعض الاحيان، بينما الاوتوكليف 134 131. الاوفن درجه حرارته اعلى بس تعقيمه اقل. الاوفن هسه عندكم بالبيت منحطيه على الماكس ومشغلين العين الفوق والعين الجوة، تقدر تدخل ايدك بالفرن وتطلع صينيه من الفرن لو لا؟ شيء اكيد لا دكتور. طبعا لا طبعا لا طبعا لا. بنات تقدر دكتور الا بيدك وصله يعني. بعد تقدر دكتور عادي اوكي بس بالبخار تقدر. زين تقدر بس مجرد تدخل ايدك بالفرن وتطلعها عادي؟ اقدر عادي. بنات اكو هي دكتور تقدر تقدر. معناته اللي قاله ما تقدر ما وصلني ينفرن. فبالحقيقة الفرن حرارته أعلى 300 250 280، حتى الفرن المنزلي اللي دنا نطبخ به، أنت طابخ لازانيا بيتزا إلى آخره تدخل إليك تطلع الصينية ماكو أي مشكلة، بس درجة الحرارة عالية. إذا نضرب مثال ثاني قبل أن نشرح شلون نقدر، الكتلة مال المي اللي يفور البخار اللي طالع من عنده تقدر تخلي إيدك على البخار؟ لا دكتور. لا دكتور. ها إيش قد درجة حرارة البخار؟ فوق المية. مية بالضبط. لا مو ما نقدر نقول 120، احنا ما عدنا ضغط كتلي عادي دكتور، لان بالمية يتبخر الماء. بالمية يتبخر الماء انتهى بعد ما تصعد حرارته. فدرجة حرارة البخار الطالع من الكتلي 100، بينما درجة الاوفن من دخلنا ايدينا كانت 250. ليش نحترق بالبخار بس ما نحترق بالاوفن؟ ضغط استاذ. لا بدون ضغط. محمد مو محمد؟ لا دكتور، لان تكدس البخار يتكدس على الايد بالتالي يصير قوي حرارته، مو عكس من تطب بيدك ثواني وتطلعها على الهواء. بعد دكتور اعتقد لان الاوفن مجرد حراره بس البخار بدرجه رطوبه بها. وصلت صحيح دكتور. ولد جاوبك بالشات صحيح. نعم الولد هستوى جاوبك بالشات هو صحيح جوابه. عفوا مدى اقرأ الشات سبب سبب الغازات. علي محمد ليش مدى يحكي؟ علي على العموم اشكرك علي محمد. تتذكرون شنو افضل عازل حراري موجود وارخص عازل حراري موجود عندنا؟
شرحنا الهواء. الهواء 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 هو افضل عازل حراري، لهذا احنا بالصوف الصخري والصوف الزجاجي احنا مجرد نحبس هواء بداخل الصوف حتى يسبب لنا عزل. الفرق الكثافة ما بين الكتلة الصلبة اللي هي جسمي وما بين الكتلة الغازية اللي هو الهواء، فرق كثافة كلش عالي، هذا يسبب لنا بطء بنقل الحرارة. عدا انه الهواء عازل حراري، الهواء سعة الحرارية قليلة، يحمل حرارة اقل، يحمل كثافة حرارة اقل. بس شي صار عندنا احنا شلون العدل التبسي ده يستوي؟ التبسي بمرور الوقت انتقال الحرارة البطيء إلى راح يصعد درجة حرارته. عدا هذا انه الاشعاع في بعض الاحيان يعمل كناقل للحرارة اللي هو الاي ار اللي احنا ما نشوفه. بس القصد الغاز الوسط الغازي مثل ما قال علي محمد، الغازات هي اسوأ ناقل للحرارة، بينما السوائل ناقل حرارة جيد. المي نفسه سعته الحرارية عالية، بخار المي المشرب حرارة والمي سعته الحرارية عالية، فمن ينتقل من يطخ بجسمك، جسمك 75% مي تقريبا، الكثافة متساوية، انتقال الحرارة أسرع، كمية الحرارة اللي بداخل البخار أعلى من كمية الحرارة اللي موجودة بالغاز، راح تنتقل لجسمك راح تسبب الحرق. نفس الفكرة احنا نستعملها بالأوتوكليف، البخار الحار وسط ناقل وقاتل ووسط يحمل حرارة أفضل من الغاز، أفضل من الهواء. فهنا إذا نرجع للمحاضرة يقول لك الهاي بريشر الضغط البخار المضغوط يخلي البخار يوصل حرارة عالية، ولهذا يزيد قدرته على القتل، قتل الجراثيم طبعا احنا ده نقصد. فهسه عرفنا ليش هو افضل. المبادئ اللي ده نذكرها هي مبادئ علمية انبنى عليها الجهاز هندسيا، فلهذا احنا ده نقول الهندسة هي تطبيق العلوم، والعلوم هي أساس الهندسة. نرجع. Most of the heating power of steam comes from its latent heat of vaporization. يقول لك الأغلب الحرارة اللي جاية من البخار هي من الحرارة الكامنة بسبب التبخر. الجزيئة نفسها اكتسبت حرارة، اكتسبت طاقة حتى تتبخر، حتى تتحرر من المي، بس هي الجزيئة نفسها صارت بها حرارة كاملة راح تنقلها إليك بمجرد أنه تلامس جسمك أو تلامس الأجزاء اللي دريد نعقمها. This is the amount of heat required to convert boiling water to steam. هي نفس هاي الطاقة اللي انتقلت جسمك، هي هاي الطاقة أصلاً اللي كانت تحول المي الى بخار، نفس كمية هاي الطاقة او الحرارة. This is the amount of heat، كمية الحرارة اللي كانت مطلوبة حتى تحول لنا المي اللي يغلي الى بخار. ملاحظة هاي يقول ensure that there should be a sufficient water in the autoclave to produce the steam. لازم نتأكد ان المي الموجود كافي حتى يولد لنا بخار، ماي قليل ما راح يولد لنا بخار. The stages of operation of autoclave include air removal, steam admission, sterilization cycle الى اخره. هاي الجمله الاخيره راح نشرحها بالsterilization cycle. بالsterilization cycle هسه نشوفكم اياها بما انه هي مو موجوده بالملزمه هذه. خلي نشوفكم sterilization cycle. الصورة واضحة؟ نعم دكتور واضحة. نعم دكتور واضحة.
هذه هي دورة التعقيم. دورة التعقيم تتضمن جرافين، جراف للحرارة وجراف للضغط. احنا دا نتحكم بالحرارة والضغط اللي بداخل الجهاز. الاستراليزيشن سايكل اكو بيها انواع، كل سايكل لها استخدام محدد بالتعقيم. اكو مثلا هذه اللي راح نشوفها غالبا كلها تعتمد نفس المبدأ، بس الفرق يبقى ايش قد حرارة، ايش قد ضغط، ايش قد تستمر فترة، ايش قد الوقت والى اخره. اول ما نشغل الجهاز ايش راح تكون عندنا الحرارة والضغط بداخل الجهاز؟ اول ما نشغل الجهاز من يعرف؟ سواء ما شاء الله جهاز صفر درجة سيلسيوس، يعني هي مو صفر لان صفر انجماد، بس ده تقصد درجة حرارة الغرفة. غرفة درجة حرارة الغرفة يا دكتور. اكو حد يكتب بالشات بس ما وصلني شيء. اي درجة حرارة الغرفة والضغط اللي هو الضغط الجوي، هاي اول ما راح نشغل الجهاز. فاذا بدنا نشوف هنا اول ما راح نشغل الجهاز الضغط هو الضغط الجوي والحرارة هي حرارة الغرفة. بعدها راح يبدي تصعد الحرارة ويصعد الضغط، تبدي تصعد الحرارة شوية يصعد الضغط شوية. نرجع على موضوعنا اللي يقول الهواء هو أفضل عازل حراري. فحتى نتغلب على هاي المشكلة احنا الجهاز بداخله اكو هواء، الهواء خوما وين راح؟ نسدينا الباب اكو هواء محصور، ايش راح نسوي له هذا الهواء؟ نسوي له فاكيوم، نسحبه نفرغه، نفرغ الهواء من الجهاز ونعوض بدل الهواء بخار حتى لا يبقى الهواء محبوس بداخل الجهاز ويسبب لنا جيوب هوائية تمنع التعقيم. فشي يسوون؟ يسوون صدمة ضغطية، يطون ضغط ويسحبون الضغط، يطون ضغط ويسحبون الضغط بالفاكيوم. هذا الشيء ايش راح يخلي؟ راح يخلي الهواء ينسحب من كل مكان، خاصة بالجيوب الهوائية المعزولة اللي تصير مثلا جوا الأدوات بين أداتين إلى آخره داخل الظرف مال التعقيم. فتشوف هنا الحرارة والضغط صعدن. هاي المرحلة يسموها الفاكيوم فيز، مرحلة تفريغ الضغط. بعدها ننزل الضغط بالسالب. الضغط بالسالب معناتها ماكو ضغط صار بداخل الجهاز، الضغط الخارجي أعلى، وتنزل الحرارة وياها. نرد نصعد الحرارة ونصعد الضغط، نرد ننزل الحرارة وننزل الضغط. ده نسوي صدمة ضغطية، ننط ضغط ونشيل الضغط، ننط ضغط ونشيل الضغط حتى الجيوب الهوائية كلها تتخلخل ويفرغ الجهاز من الهواء. بنفس الوقت احنا دا نصعد الحرارة معناتها احنا دا نطي بخار، احنا دا نطي بخار. البخار هذا بالنهاية راح يكون يعوض لنا الهواء الموجود بداخل الجهاز. اكو احد رفع ايده؟ اي نعم دكتور. استاذ البخار مو اخف من الهواء؟ البخار اخف من الهواء؟ لا شلون؟ يعني البخار راح يصعد لفوق والهواء راح ينزل لجوا يتفرغ عن طريق الصمامات. ها البخار لان حرارته عاليه يصعد والهواء بالاسفل يتفرغ عن طريق الصمامات. هاي بحاله انه احنا بدنا ندفع بخار وبدنا نفرغ هواء. احنا ايش بدنا نسوي حاليا؟ نصعد الهيتر دا يشتغل، صعد لنا بخار، بدا البخار يدخل للجهاز، نسوي فاكيوم، نشفط كل شيء من الجهاز، نشفط كل شيء من الجهاز، الجهاز ضغطه يصير صفر بعد ماكو شيء جوه. نرد نرجع الضغط، نرد ندخل البخار مره ثانيه. البخار هذا راح يعوض لنا الضغط، تقريبا صار خلينا نقول 80% بخار 20% هواء. نرد نفرغ الجهاز مره ثانيه، نرد نطي بخار. هالمره اكو جيوب هوائيه صغيره ما تفرغت من الهواء بشكل كامل، فصار 90% بخار 10% هواء، ونرد نفرغه مره ثانيه والى هنالك.
تقريبا خمس اربع مرات يملوه بخار ويردون يفرغوا، يملوه بخار ويردون يفرغوا. بس بالحاله الاولى احنا ما ندخل بخار، هواء اكو موجود راح نشفطه من خلال الصمامات. هو بالتاكيد الفاكيوم من يصير من خلال الصمامات، احنا نفرغ هواء ونغلق الصمام حتى يصير فاكيوم بداخل الجهاز نفسه. فاذا نرجع على الستيرلايزيشن سايكل راح نشوف انه احنا بدنا نطي حراره وبخار ونرد نفرغ الضغط، نطي حراره وبخار ونرد نفرغ الضغط، حراره وبخار ونفرغ الضغط، حراره وبخار ونفرغ الضغط. هاي المرحله كنا نريد نفرغ كل الهواء الموجود بداخل الجهاز. راح نوصل ما بعد التفريغ الى نقطة الهيتينج. هسه احنا ترى تحت الضغط الجوي، يعني حاليا ماكو شيء بداخل الجهاز، فارغ الجهاز. من نوصل مرحلة الهيتينج نبدأ نصعد حرارة ونصعد ضغط. هسه حاليا اطمننا انه ماكو شيء، لا هواء بداخل الجهاز ولا حتى بخار، لان فرغناه بالكامل. فراغ اكو بداخل الجهاز. راح نصعد الحرارة، يبدي يصعد عندنا بخار، راح يملينا الجهاز ويبدي يصعد لنا الضغط. تصعد الحرارة والضغط بمرحلة يسموها الهيتينج فيز، مرحلة التسخين. هاي المراحل ما موجودة بالأوتوكليفات القديمة للعلم، يعني بالأوتوكليفات الجديدة. صعدت الحرارة، وصلت للنقطة اللي يريدها مثلا 134، صعد الضغط اللي باللون الأزرق وصل للنقطة اللي نريدها، لنفرض 20 PSI، 15، 50 إلى آخره حسب الضغط اللي محدد مسبقا. من وصلنا هاي النقطة، وصلت الحرارة اللي نريدها للنقطة اللي نريدها، وصل الضغط اللي نريدها للنقطة اللي نريدها، راح تبدي المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التعقيم. دنيش المراحل كلها ما كانت تعقيم، ما كان أكو أي شيء تعقيم، لا كنا نفرغ الهواء، كنا نسخن المي. هسه يلا وصلنا نقطة التعقيم. بدينا بهاي النقطة اللي هي الاستيرلايزيشن سايكل أو استيرلايزيشن فيز، مرحلة التعقيم. راح تستمر الحرارة بخط عدل، يعني راح نثبت الحرارة لنفرض على 134 ونثبت الضغط على 15 PSI لطيلة فترة التعقيم. بعدها راح نرجع نسوي فاكيوم، راح نرجع نفرغ كل البخار اللي موجود داخل الجهاز. نبدأ نفرغ البخار، راح نوصل مرحلة الفاكيوم مرة ثانية. تبدي تنزل الحرارة، نطفي الهيتر، نسحب البخار الموجود حتى مو نفتح تقب البوخة بوجهنا، لحد ما نوصل نقطة اسمها نقطة الدراينج، نقطة التجفيف. بنقطة الدراينج هاي النقطة نخلي المواد بحرارتها تبخر النقاط المي اللي عليها حتى يطلع البخار ويا الفاكيوم اللي بنسوي، لحد ما توصل درجة حرارة المواد إلى الحرارة اللي نقدر نلزمها بيها. احنا تنتهي مرحلة التجفيف ويفتح يطئن الارم الجهاز انه خلص، تقدر تفتح الباب وتطلع المواد. هاي يسموها sterilization cycle، دورة التعقيم. تبدي من هاي النقطة اللي هي نقطة الحرارة الطبيعية والضغط الطبيعي وتنتهي هنا. اكو عدة دورات، اكو انواع من sterilization cycle. نعم، مثل ما نشوف همينا نفس الشيء، الضغط 0 bar يصعد للاثنين بار، 0 bar يصعد للاثنين بار، 0 bar يصعد للاثنين بار، 0 bar مرة ثانية. هاي كلها air vacuum، تفريغ الهواء، وراها الهيتينج أو الوارم اب، نصعد الحرارة ونصعد الضغط للمية 134 3 bar. تستمر مرحلة التعقيم هنا 3.5 دقائق، بعدها مرحلة التبريد ومرحلة التجفيف اللي هي ننزل الضغط للصفر وننزل الحرارة، وبعدها مرحلة انتهاء الوقت اللي هي الحرارة والضغط درجة room temperature والضغط بالاتموسفير pressure.
هاي طبعا بالسنوات السابقة كانت مطلوبة وكلش مهمة، حرامات ما دخلوها بهاي الملزمة. وضحت هاي الفكرة؟ طلاب الـ Sterilization Cycle واضحة؟ طلاب؟ واضحة واضحة. نعم دكتور. جيد، نرجع على الملزمة. هذا الأوتوكليف اللي هنا اللي هو الـ Horizontal Autoclave هو نوع من أنواع الأوتوكليفات. هذا الأوتوكليف يتغذى أو يتجهز بخار مضغوط خارجي، السنترال. السنترال راح يجهزنا بخار مضغوط، البخار المضغوط يدخل الجهاز يدفع الهواء من هنا. البخار راح يدخل الجهاز يدفع الهواء، الهواء يطلع من الجهاز لحد ما نقوم نقرأ بالثرموميتر اللي هو مقياس الحرارة، انه الحرارة حرارة الهواء الخارج هي 134، معناته انه احنا وصلنا للحرارة المطلوبة. هنا عندنا بريشر ريجوليتر يتحكم لنا بالضغط، هنا عندنا الستيم سبلاي اللي هو تجهيز الضغط من هنا وتجهيز البخار المضغوط. الستيم يدخل لنا بالجاكيت، الجاكيت هي القشرة الخارجية للجهاز، من القشرة الخارجية يطلع يروح على الصمامات على فتشي اسمه الاوبريتنج فالف، صمام التشغيل. صمام التشغيل يدخل لنا البخار والى ما هنالك وترد ترجع الدوره. هنا عندنا الدرين اللي هو يسحب لنا البخار الزايد والضغط الزايد والهواء الطالع من الجهاز. ثيرموستاتيك ترابس، هاي التراب هي بالعربي شنو تراب شباب؟ مصيادة. أخيرا مصيادة. المصيادة فكرتها، نشوف فكرة الووتر تراب حتى تفهمون فكرة المصيادة. الووتر تراب فكرتها لو فرضا عندنا تيار هواء، نريد هواء صافي ما نريد من عنده مي، راح نصمم مصيادة تصيد المي الزايد حتى يبقى لنا بس هواء. الصمامات المصممات عفوا مصايد الثيرموستاتيك هي مصايد تعمل بنفس الفكرة بس حراريا، بالحرارة تدفع. هنا عندنا الفضلات اللي هي الويست، هي مو فضلات يعني تكرمون زبالة وغيرها، لا الفضلة هي الفضلة حقيقة. شو احنا نقول الفضلة بالسيارات؟ هي اي شيء بخار مي هواء من هذا الصمام يطلع يرجع الى السنترال. سيفتي فالف اللي حكينا عليه يفتح مرة واحدة من عندنا مشكلة. اير فالف او الريليف فالف اللي هو يفتح ويثبت ان الضغط على درجة معينة. بريشر جيج مقياس مال الضغط والى اخره. هذا غالبا ما راح تشوفوه بهالشكل، هذا ما موجود بالمستشفيات بهالتصميم هذا، لان هذا مركزي. اللي راح تشوفوه نوعين، اما النوع اللي دا يشتغل به محمد اللي هو نرجع عليه، اما هذا النوع لا، هو الهيتر منه وبيه تدير له مي، هو الهيتر يسخن المي يسبب لنا ضغط بخار يبدي يضغط لنا المي، والى ما هنالك بي فاكيوم فيز حتى يسحب ويتمم لنا الاستريلايزيشن سايكل. او راح تشوفون بعض الاحيان من هذا الهوريزنتال موجود ببعض المستشفيات. الهوريزنتال ايضا بهيتره وبصماماته منه وبي حتى تتحكم بكل الشغلات اللي نريدها. الفيرتيكال ايضا موجود،
بس كلهن يعتمدن على اغلبهن يعني انا 100% من الاوتوكليفات اللي شايفهن ومستعملهن هيثراتهن منهن وبيهن ميهن منهن وبيهن هن يولدن الضغط. ما شايف ولا جهاز بحياتي يستعمل بخار مركزي لان اجهزة البخار المركزي ما عندنا بالمستشفيات. ما اعرف اذا بالجديد اجتي لو لا بس غالبا اجهزة البخار المركزي ما موجودة فالجهاز هو يولد البخار بنفسه. ملاحظة اخيرا انتبه لها انه دائما الحجرة الداخلية تكون اسطوانية مثل ما تشوفون بهاي الصورة والجاكيت الخارجي او الغلاف الخارجي يكون مكعب الشكل. ليش اسطواني؟ دكتور عم يتوزع الضغط. صحيح لما يتوزع الضغط بالاسطوانة الضغط يتوزع بكل حضور الكتروني. دكتور نعم وحتى ما تكون هناك حواف حادة نمشي بالطريقة السلسة هي اسمك نور رزاق. نور نور السبب الأساسي بالاسطوانة انه الضغط يتوزع بها بشكل متساوي فما عندنا نقاط ضعف. الحواف الحادة اللي انت تقولين عليها الصراحة هي حواف الاسطوانة راح تكون لان هي الاسطوانة مو انفينيتي. الحواف هي راح تكون نقاط ضعف ممكن يطق من عندها اللحيم بس غالبا احنا محافظين على الهيكل الاساسي بشكل دائري فالضغط بيمتوزع. الحواف الحادة مو كلش مهمة لان هي ما بحواف حادة. ايه هو يكون عمود ما يصير بحواف حادة يصير بشكل اسطواني حتى يتوزع الضغط. حتى يتوزع الضغط صحيح. اكو بعض الاحيان بهالشكل هذا اللي هو من الداخل مكعب بس ايضا مو مكعب بزاوية 90 ايضا نشوف انه حواف بزاوية بها نصف قطر دائرة ايضا حتى يتوزع الضغط على الاطراف ولا تصير عندنا نقاط ضعف ويطق اللحيم بسبب الضغط. نجي على الملزمة نقطة أعتقد ما مذكورة هنا إنه إحنا بالأوتوكليف أكو فد شريط يسموه أوتوكليف إنديكيتر مثل التيب شريط يلزقوه على القطعة اللي يريدون يعقموه. هذا التيب بمواد كيميائية تتفاعل بالحرارة والضغط فإذا طلعنا القطعة بعد التعقيم وشفنا عليها خطوط سود التيب صاير لونه عليه خطوط سود معناتها التعقيم صار تمام. هذا واحد من أوتوكليف إنديكيتر اللي موجود. أكو لا أكو أسطوانات بها ألوان اللون يتغير حسب الحرارة والضغط أكو هواية. محمد شنو الأوتوكليف إنديكيتر اللي تستخدمه حاليا؟ حاليا دكتور هو هذا الألوان يطلعين ألوان على السليف مالته لما يدخل المادة أو الأداة اللي تستعقمها داخل غلاف معدني فهو يتغير لون الغلاف يبين انه هو تعقم. صحيح هذا اوتوكليف انديكيتر. شو تسموه؟ هو نفس اسمه دكتور اوتوكليف انديكيتر. الاوتوكليف انديكيتر هي بس يعني فد مؤشر لان احنا ما نعرف الصار بداخل الجهاز. مؤشر يقول لنا يابا انه بداخل الجهاز وصلت الحرارة والرطوبة الحرارة والضغط للدرجة المطلوبة فما عندنا مشكلة نعرف انه تعقمت بصورة صحيحة. نجي هنا يقول الاوتوكليف or steam sterilizer essentially الاوتوكليف يتكون من التالي اسطوانة حجرة على شكل اسطوانة او مكعب سعاتها من 400 ل 800 لتر. الصراحة يا السعات مو إجبارية يعني من 400 إلى 800 لا أكو ساعات أقل أكو ساعات أكثر. غالبا مصنوعة من الستينلس ستيل حتى تتحمل ضغط وحرارة وتتحمل شنو بعد الستينلس ستيل من أهم خواصه
على مود ما يصدأ. على مود ما يصدأ مضبوط. النقط المكون الثاني إنه water heating system أو steam generating system مولد البخار اللي هو هيتر ومي يولد لنا البخار. النقطة الثالثة مداخل بخار ومخارج. النقطة الرابعة باب أو دبل باب مع قفل أوتوماتيكي. إذا شفنا بالصورة أكو بيهن باب وأكو بيهن دبل باب. هذا يعتبر باب أو بابين في نفس الوقت. وأكو من عندها لا هذا باب على مود السيفتي يعني. شلون الأوفن بدبل الأوفن لا واحد بدبل باب على مود من تفتح الباب الستيل الباب الجام تقدر تشوف بداخلها شكو وتقدر تسده بدون ما تفقد الحرارة. بس هذا على مود السيفتي يعني انت تتعامل ويا ضغط عالي وحرارة عالية اي شيء يصير يعني اليوزر راح يحترق راح يموت اصلا مو يحترق. الخامسة محرار ثرموميتر temperature gauge. السادسة pressure gauge بالتأكيد حتى نقيس الضغط. السابعة safety valve والمفروض أكو relief valve. safety valve هو system simply contain valve with mechanical principle that work on spring إلى آخره. راح ننزل لكم سؤال للجروبين الفرق بين safety والrelief valve لأنه ما ذاكرين هنا الريليف فراح ننزلكم يا سؤال حتى تعرفون الفرق بين السيفتي والد والريليف والد. أنتوا أكيد تعرفوه بس حتى الكل تشارك بالموضوع. مبدأ العمل principle of operation يقول أنه البخار يدخل للحجرة يمر من خلال الصمامات يدخل للحجرة من الـ ويدفع لنا الهواء. هذا البخار راح يتجه باتجاه الصمامات السفلية ويخرج من عندها ويدفع لنا الهواء. بعدها عندنا pressure regulator ينظم لنا الضغط بداخل الصمام عفوا بداخل الحجرة أقل شيء 15 PSI اللي هو الضغط المطلوب حتى نحقق حرارة 121. over pressure protection زيادة الضغط السيفتي مالتها نحققها بالسيفتي فالف يعني الحماية من الضغط الزايد تتحقق باستخدام السيفتي فالف. الظروف الجوية الداخلية نتحكم بها ثيرموستاتيكالي لهذا حتى نوصل الحرارة ل 121 إلى آخره. أنا يقول سؤال what is the standard temperature and the pressure of autoclave. الصراحة ما كشي ستاندر بس يعني هو من 121 15 PSI 132 27 إلى آخره. يقول العمليات conducted استنتجت أنه الحرارة العالية لوقت قصير هي أفضل من الحرارة الواطئة لوقت أطول. كنت تشوفون إذا تذكرون بالsterilization cycle قلنا وقت التعقيم تقريبا كانت 3 دقائق ونص الباقي هي بس مجرد تفريغ هواء وتسخين وتجفيف. التعقيم الحقيقي كانت 3 دقائق ونص بحرارة عالية وضغط عالي أفضل مما نص الحرارة بس ناخذ وقت أطول. فيقول لك some standard temperature pressure بعض المعايير أو بعض الحرارة المعيارية المقياسية تقول أما 115 حرارة 10 PSI 121 حرارة 15 PSI أو 132 27 PSI أو 141 PSI هي pound per square inch وحدة قياس ضغط. Autoclaving generally involved heating in saturated steam under pressure إلى آخره حتى نحقق هاي الحرارة. هذا كله شرحناه إحنا مبدأ عمل. يقول في بعض التطبيقات في بعض الصناعات درجات حرارة مختلفة نستخدم ضغط آخر نستخدم يعني هو مو لازم نستخدم هاي الحرارة لا بس هاي الحرارة نستخدمها بالتعقيم. بعض الاستخدامات الثانية مو شرط هاي الحرارة والضغط. رجاءً انتبه please note
انه بعد ما تشغل الجهاز عملية التعقيم هي ما تبدي من اول تشغيلك للجهاز، واحنا ذكرناها لانه احنا عندنا vacuum phase وheating phase يلا sterilization phase. فهنا ده يقول لك انه الحرارة او عملية التعقيم ما تبدي اول ما تضغط الاون بوتن، وانما تبدي بعد ما توصل الحرارة الى 121 او للحرارة المطلوبة. هنا احنا اذا نرجع على الاوتوكليف نشرح هيك بصورة سريعة، خلينا نشرح على العادي. اكو هذا الاقدم هذا هذا الاوتوكليف ما واضح لكم هسه، طلع الاوتوكليف وضح واضح هاي الصورة طلاب؟ واضح هذيك اللي بس نكبر هذا الكتاب ونشرح عليها. بس ثواني خلي الصورة حتى شوية أكبر نقدر نشرح. أي هسا هاي الصورة المفروض واضحة. أغلب أجهزة الأوتوكليف تعتمد على هذا المبدأ. احنا عندنا اولا الجهاز نحكم اغلاقه، راح نشغل الهيتر، الهيتر راح يبدي يسخن المي، المي راح يبدي يغلي بدرجه حراره 100 اولا لانه ماكو بداخله ماكو ضغط. نحكي على يعني انسوا الفاكيوم فيز، الفاكيوم فيز احنا شرحناه بغير شكل، بس بدنا نشرح شلون بدنا نبدي نعقم ونولد ونتحكم. حرارة بدأت تصعد، بخار بدأ يتولد، البخار بدأ يولد ضغط، الضغط بدأ يضغط على المي، درجة الغليان صعدت، صعدت الحرارة مرة لوخ، صعد الضغط مرة لوخ، وإلى آخره. راح نجي هنا عندنا البرشر جيج راح يقيس لنا قد الضغط. عندنا فد شيء اسمه pressure regulating device، هذا pressure regulating احنا قد نريد الضغط بداخل الجهاز. فالبرشر ريجوليتنج نفتحه او مو نفتحه عفوا نحدد بيه لنفرض ضغط 15 بي اس ار. من يبدي يتصعد الضغط بداخل الجهاز بسبب الحراره والبخار راح يبدي يوصل ل 15 بي اس اي. من يوصل ل 15 بي اس اي البرشر ريجوليتنج فالف عاده يسوي ليكينج للبرشر، يفرغ البرشر الزايد حتى يحافظ على درجة الضغط 15. إذا صعدت أكثر من 15 عندنا السيفتي فالف هو اللي راح ينفتح ويفرغ لنا الضغط. أوتوكليف ليد القفل مال الأوتوكليف، هاندلز اللي هي اليدات مال عفوا شو اسمه اليدات اللي نلزم من عندها الجدر، الاوتوكليف بادي بالتاكيد مصنوع من الستلس ستيل وعلى شكل اسطوانه على مود لا ليزنجر ويتحمل ضغط. فاكيوم ريليز فالف هذا صمام في حاله انه عندنا فاكيوم ديفايس خارجي يقدر يشفط لنا يسوي لنا فاكيوم بداخل الجهاز قبل لا نبدا حتى يفرغ الهواء. اذا ماكو لا راح نتعامل بالطريقه العاديه انه الهواء يطلع بعد فتره مع البخار. ستيم ريليز فالف هاي من نخلص ونريد نطلع البخار كله. والاوتر ستاند هو الستاند الخارجي. هذا كل ما يتعلق بال أوتوكليف ومبدأ عمله وطريقة عمله وأجزائه. إذا أحد عنده استفسار أو سؤال قبل أن ننهي المحاضرة. أستاذ بلاط إحنا. أي. بالنسبة للتقرير ذول قالوا إحنا بس 60 أنا بعدني يعني. عفواً شنو؟ ذول قالوا على التقرير بالبداية المحاضرة. أي.
أنا بعدني ما مسوي، أقدر أشترك وياهم؟ ممكن راسلهم أحكي وياهم ما أعرف. تمام. بعد. دكتور وأنا مراسلتك على مود التقرير. طلاب قبل لا نبدأ بالتقرير، أكو أحد عنده استفسار بخصوص المحاضرة حتى ننهي التسجيل؟ لا دكتور. دكتور هذا ايش قد وقته يلا يخلص تعقيم؟ نعم الوقت يحتاج يخلص فيه تعقيم، هذا اخير واحد، هذا المانيوال يعني القديم. ايه. حسب دورة التعقيم يعني اللي احنا هذه 25 دقيقة 20 دقيقة. لا انت تحدد الوقت؟ لا هو اصلا ما يكون وقت، انت تظل واقف يم الجهاز وساعة بيدك تحسب له وتطفي الكهرباء عنه. وكل ما وقت اكثر كل ما احسن يعني؟ لا يعني مو كل ما وقت اكثر كل ما احسن، انت اذا عقمت بعد الوقت الزايد هذا حراره اضافيه ده تسلطها على المعدن ده تسبب عليه اجهاد وده تقلل من عمر جهازك ومن عمر اجهزتك. بس لان الاجهزه الجديده يعني كل تصنع الى وقت شكل، وكل أكيد. الالماني ساعه الا خمس دقائق يلا يكمل، الصيني تقريبا 35 دقيقه 40 دقيقه يكمل تقريبا. الجن اكو دورات يعني دورة التعقيم بالجهاز الجديد تحدد اربع دورات من الشركة، اربع دورات يخلوا يعقم اي كل دورة لها حرارة وضغط ووقت معين. نعم. وغراف معين يعني مو بس هذه اكو بيهن لا يصعد لل 120 بعدين يصعد مثلا ل 130 ينزل ل 120 والى اخره. بالضبط دكتور. اكو حتى التايمر ما تعزق بق هذا الألماني نسيت اسمه، التايمر ما استعال زئبق يشتغل. حلو شكرا محمد. أكو طالب بعد عنده استفسار بخصوص المحاضرة حتى ننهي التسجيل؟ إذا ماكو أي استفسار خلي نوقف التسجيل، الحضور تسجل.